قال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أرسل خطابات لجميع الأندية التي وصلت لدور المجموعات بدور الأبطال يخطرها فيه بالأيام المتاحة أمامها للمفضلة بينها هو اختيار إحداها لإقامة المباريات. وأضاف أن الكاف حدد أيام الجمعة والسبت والثلاثاء والأربعاء واستبعد يوم الأحد، موضحا أن الكاف طلب جميع الفرق بالمفاضلة بين هذه الأيام لاختيار أحدها لإقامة المباريات المتبقية من عمر البطولة اعتبارا من دور المجموعات وحتى النهائي. وكان الأهلي قد وقع في المجموعة الأولى بصحبة كل من الترجي التونسي وتاون شيب رولرز البوتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي. وما زلنا مع دوري أبطال إفريقيا، حيث قال السيد عبد الحفيظ إن الكاف أخطر الأهلي بموعد مبدئي لمباراتيه أمام ترجي وكامبالا سيتي في الجولتين الأولى والثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن. وأضاف أن الكاف حدد الرابع من مايو المقبل موعدا لمباراة الأهلي مع الترجي التونسي في الجولة الأولى على أن يحل الأهلي ضيفا على كامبالا سيتي يوم 15 من الشهر ذاته في الجولة الثانية. وأوضح عبد الحفيظ أن الكاف أخطر أيضا جميع الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات على أن تقام جميع المباريات إما في الساعة الثالثة أو السادسة أو التاسعة بتوقيتات الدول التي تستضيف المباراة. يحضر السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرعة دوري أبطال العرب والمقرر لها 23 من إبريل الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتلقى الأهلي خطابا من الاتحاد العربي يطلب فيه تحديد اسم مندوب الأهلي المرشح لحضور القرعة، واستقر الأمر على اختيار السيد عبد الحفيظ لحضورها. ويشارك من مصر أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري.